هاد الصفات اللي غنشوفو دابا الا كانوا فيك، عرف راسك بلي راك مؤمن. ولكن قبل ما نشوفوه من فضلكم ما تنساوش تشربوا واحد اللايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وخلوا لنا شي كومونتير زوين، وكذلك الا بغيتوا تشتركوا في الحساب باش ان شاء الله وقت ما حطيت شي فيديو يوصلكم انتم الاولانيين. نبداو على بركه الله. الصفه الاولى الايمان بالله تعالى ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الصفه الثانيه الاحسان في عباده الله تعالى عز وجل. الصفه الثالثه الحفاظ على العهود واداء الامانات والحقوق الى اصحابها. الصفه الرابعه التوكل على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار. الصفه الخامسه الكياسه والعقل والفطنه والذكاء. واخر صفه الصفه السادسه كتحتوي على الصدق والامانه والتواضع والرحمه والعفو والاحسان الى الناس. كانت نهايه الحلقه. تهلاو.